السري تطلب بتقنين الإجهاض في المغرب، لأنه الإجهاض يعمل بصفة سرية، وهذه السرية تجعل بأن كاين مضاعفات خطيرة، لأن ما تتعملش في ظروف طبية آمنة، وهذه المضاعفات تؤدي بعض الأحيان إلى الوفاة. إذن من الضروري ومن المؤكد ومن المستعجل، لأن كل يوم تطيح ضحايا هذا المشكل ديال الإجهاض السري. إذن من الضروري تقنينه، وإحنا ما نطالب به. وهو هناك الآن فصل القانون الجنائي اللي هو فصل 453 اللي هو موجود، اللي تعطي الحق في الإجهاض الطبي الآمن إذا كانت حياة أو صحة الأم في خطر. إذن هنا الصحة، المفهوم ديال الصحة ما منخوضش كالتهديد ديال المنظمة العالمية للصحة، اللي هو تيقول الصحة، من يتمتع بالصحة، ومن يتمتع بالصحة البدنية والعقلية والاجتماعية. إذن يجب هذا المفهوم الصحة يشمل هاد الثلاثة ديال الموالف، نعم، ديال الجوانب. وهنا ربما إلى كانت هنا غادي تكون إباحة الإجهاد، ربما البعض غادي يقولوا بأن الإباحة تكون واسعة بزاف. هنا تنطلبوا باش يكون مجلس تخليقي أو أخلاقي، كوميتي ديتيك، اللي هو هذا الكوميتي ديتيك غادي يعطي الإمكان. أولا يكون، أنا ما تنقترح إحنا، ولكن كاين ربما اقتراحات أخرى، يكون كل إقليم، كل مستشفى إقليمي كبير اللي هو فيه تقريبا 6 ديال الأعضاء، منهم الطبيب الإقليمي الرئيسي، منهم كذلك الطبيب الأطفال النساء والولادة، طبيب بسيكولوجي بسيكياتر، طبيب نفساني، واحد لواحد الاجتماعية، ممثلة اجتماعية، أي مساعدة اجتماعية، وأخيرا نعم وممثل ديني. إذن 6 اللي غادي يتعرضوا عليهم هاد الحالات هادو، وهنا هما غادي يعطيو الرأي ديالهم والاتفاق ديالهم، هل يمكن أن تعمل عملية إجهاض أم لا. وهنا هذه العملية الإجهاض ستعمل داخل المستشفيات العمومية، ولكن ممكن كذلك أن تعمل داخل المصحات وليس العيادات، داخل المصحات، ولكن بعد موافقة اللجنة.